مجموعة من البنات اشتركنا في دور التصوير. استمرت هذه الدورة مدة 6 أشهر، تعلمنا فيها كيفية المنتجة والتصوير. صورنا كثير مواضيع من أهمها الديمقراطية. واخترنا موضوع الديمقراطية لأنه موضوع مهم في حياتنا، من ناحية اقتصادية، اجتماعية، أكاديمية وكل شيء. الديمقراطية أولاً يعني بسياقها التاريخي وبمفهومها القديم هي حكم الشعب للشعب، ولكن يعني هذا الحكي كان يعني خليني أقول على زمن الإغريق ودولة المدينة، لكن الآن الديمقراطية تطورت بتطور يعني التاريخ، بمعنى آخر أنه يعني اليوم الديمقراطية تعريفها باختصار شديد هي مشاركة الناس في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم. الديمقراطية كما أنا بفهمها هي منهاج نمط عمل وعلاقات، يعني هو طريقة لأنه الناس بتعيش مع بعضها في إطار مجموعة من الضوابط المتفق عليها. الحرية التعبير عن الإرادة، الحرية للفرد أن يكون ما في نفسه. الديمقراطية هي حرية التعبير عن آراء الناس، عن آراء شخصية أولاً، عن الناس ثانية. مجلس التشريع هو الهيئة التي تقوم بمهام السلطات الثلاث والتي تمثل الشعب ومصالحه، وهو يتكون من هيئتين رئيستين، هما هيئة لجان المجلس هيئة مكتب رئاسة المجلس. بصفتك عضو مجلس تشريعي، ما هو دور المجلس التشريعي في تنمية الديمقراطية؟ يعني المجلس التشريعي وفقا للدستور او القانون الاساسي اللي احنا كشعب فلسطيني نحتاجه، يعني ليست ظاهرة جديدة، كل العالم في النظم الديمقراطية بيكون عادة في 3 سلطات زي ما حكيت، تشريعية وقضائية وتنفيذية. والسلطة التشريعية في معظم الأنظمة الديمقراطية بتكون لها 3 مهام رئيسية، المهمة الأولى إنه هي بتسن القوانين، بتضع القوانين، والمهمة الثانية هي إنه كمان بتراقب أداء السلطة التنفيذية، بتشوف كيف الحكومة عمالها بتنفذ المشاريع والسياسات اللي هي عادة بتكون ماخذة عليها موافقة عندما بتيجي الحكومة وبتقدمها للمجلس التشريعي عأساس يعطوهم الثقة. والمهم الثالث أحيانا هو تعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وتعزيز كمان الدفاع عن حقوق الجمهور الفلسطيني. الديمقراطية مفهوم يجب أن يطبق على كل فئات المجتمع بما فيهم المرأة التي تتعرض للاضطهاد وانتهاك حقوقها بشكل كبير، ويجب مساعدتها ودعمها على ممارسة حقوقها. التشكيلة الحكومية الجديدة والوزارة ما كانتش فيها غير امرأة واحدة، وحاولنا إن ندخل نساء أكثر في الوزارة الجديدة بس ما في كان كثير،
والنساء اللي نزلت في الانتخابات هذيك المرة من 27 امرأة مشحت خمسة، فمعناه إنه وإذا ما نطلع كمان على التعيينات اللي عم بيصير في الوزارات نلاحظ إنه نسبة النساء قليلة اللي بيشتغلوا من مدير عام من فوق. وكمان في الحكم المحلي ما كانش في تعيين للنساء، إحنا اشتغلنا كطاقم شؤون المرأة على إنه نعين 45 امرأة في الحكم المحلي في القرى المختلفة، عشان هيك بنحس إنه ما في ديمقراطية، يعني إنه المرأة مش عم تاخد حقها زي ما أعطت. الإعلام يلعب دوراً كبيراً في حياة الناس، سواء كان هذا الدور سلبي أم إيجابي. عادة الإعلام الرسمي يمثل السلطة، أما الإعلام المحلي فهو من يمثل الشعب. في الدول المتخلفة الإعلام يمثل السلطة، فبالتالي فهو يقوم بدور سلبي. أما في الدول الحرة فالإعلام يمثل الشعب وآراءه ومعتقداته. ايضا من العناصر الاساسيه في موضوع الديمقراطيه هو حريه الصحافه، لازم يكون في صحافه حره، لانه حريه التعبير المكان الاساسي تبعها حريه الاعلام، هو الصحافه، هو الاذاعه، هو التلفزيون، كل هاي الوسائل الاعلام مش لازم تكون احتكار لطرف. باي مؤسسه الا تلاقي فيها يعني نوع من الديمقراطيه، ما بعتقد انه في اي مؤسسه بتمارس ديمقراطيه بشكل كامل الا تلاقي جوانب معينه فيها ثغرات، فما بعتقد انه بشكل كامل عم بتمارس الديمقراطيه في اي مؤسسه من المؤسسات، مش بس مؤسستها. يعني الديمقراطيه شيء كبير، بس احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نكون ودودين في الشغل مع بعض. املنا انه ما تكونش ديمقراطيتنا زي اسوأ الدول العربيه الثانيه. الديمقراطيه تكون ديمقراطيه حقيقيه. يعني في قضيه القرار ما تكونش محتكره بيد شخص معين او جماعه معينه. يكون في حق للشعب في تقرير اي مصير او اي قرار يتخذ، في انتخابات حره حقيقيه تكون موجوده، هذه ديمقراطيه حقيقيه في الاساس.